موجز المسائية كنقدمه لكم من شوف تي في، أهلا بكم. أثناء حضور افتتاح قاعة مؤتمرات موغادور بمراكش لرجل أعمال ميلود شعبي، واجه بن كيران جديد المصورين الصحفيين حين طلبهم التوقف عن التصوير وقال لهم بركة ما تصوروش ما كتشبعوش، ولا ما أجابه أحدهما أنهم يحبونه. قال لهم هادشي راه البسالة بعدما تدخل أحد المنظمين وطلب من المصورين الصحفيين الانسحاب. أكد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل اليوم بالرباط على ضرورة العمل على تسريع إعداد معايير ومقاييس وطنية تمكن تطوير الاقتصاد الوطني وحماية المنتوج المحلي والمستهلك وتقليص العجز التجاري. الوزير اللي ترأس اجتماع حول معايير والتنظيم التقني أوضح على أهمية اعتماد معايير وطنية في مجال التجهيز والنقل بالنظر لأهميتها في مجال حماية المنتجات والمعدات بصفة عامة وبالخصوص تلك المستعملة في مشاريع تجهيزات الأساسية. في الخبر الاقتصادي، يعتبر البنك الافريقي للتنمية اللي غادي ينطلق اشغال جمعه العام سنوي رسميا يوم غد بمراكش ان تحول الاقتصادات الافريقية هي وسيلة لتنويع وتوسيع مصادر النمو وخلق الفرص بشكل يمكن او يمكن من رفع من الانتاجية، وذلك من اجل بلوغ تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. البنك الافريقي للتنمية اشار في تقريره السنوي لسنة 2012 المتضمن باحدى وثائق هذه المؤسسة المالية الموزعة بمناسبة هذا الجمع العام السنوي، إلى أن التحدي السياسي الكبير بالنسبة لإفريقيا يكمن حاليا في توفير الإمكانات لتوسيع الولوج إلى الفرص الاقتصادية لساكنة في نمو مضطرد من بينها المجموعات الأكثر هشاشة. في الخبر الثقافي، نجحت حفلات موازين ليس في استقطاب جحافل الشارع المغربي اللي حجوا بكتفة إلى منصات العروض لمشاهدة سهرات مطربهم المفضلون، بل أيضا في استقطاب مسؤولين من عالم السياسة الرياضة شهدوا في حفلات متفرقة للمهرجان مستمتعين بإقاعة نجومهم، من بينهم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية شرق إدريس يوسف العمراني، الوزير المنتدب شؤون الخارجية والتعاون، والوزير السابق للرياضة والشباب منصف بالخياط، وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بدو. رياضيا، خصص المكتب المسير لفريق وداد فاس منحة خاصة للاعبي الفريق بعد ضمانهم البقاء في قسم الأضواء هذا الموسم، وغادي توصلوا عناصر فريق ممثل العاصمة العلمية للمغرب من منحة قدرها 10,000 درهم. نهاية الموجز، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.